مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم. من بعد الفيسبوك، الانستغرام، سناب شات وعدد كبير من شبكات مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت كتتيح للناس عبر العالم باش انهم يتعرفوا على الاصدقاء ديالهم ويربطوا علاقات جديده عبر العالم، ظهر مؤخرا تطبيق جديد كيحمل الاسم ديال كلوب هاوس. هاد كلوب هاوس اللي ظهر في السنه الماضيه اكيد، ولكن عدد المنخرطين ديالو ما كانش كيتعدى 1500، ولكن اليوم حسب الاحصائيات والارقام الاخيره كتشير بان عدد المنخرطين اللي كيستعملوا هاد التطبيق بلغ الازيد من 6 ديال الملايين. 6 ملايين مقارنه بطبيعه الحال مع الفيسبوك ولا تويتر كيبقى رقم ضعيف جدا، ولكن ثاني خصوصيه ديالو بغض النظر على الوسيله التواصل اللي هي محدده فقط في الصوت، فهاد التطبيق ليس للجميع، بمعنى ان باش انك تقدر تشارك فيه لابد انك تعمر واحد الفورميلار وكتبقى تنتظر الرد ديال المؤسسه ديال هاد التطبيق. او حل ثاني، احد المنخرطين انه يرسل لك الدعوه، وربما هي السبب اللي خلى عدد من المتابعين والنشطاء في التطبيقات التكنولوجيه يسميوه على انه تطبيق خاص بالاغنياء. فبغض النظر على الصعوبه ديال الولوج ديالو لحدود الان للمؤسسين كيحاولوا باش انه يكون للجميع، فعدد المنخرطين من عشاق الفن والسينما ومن الممثلين المشهورين وايضا من خبراء المجال التكنولوجيا، وكيبقى المساله ديال الناس العاديين، الناس العاميين على مستوى التلاميذ او الموظفين او في مختلف القطاعات، صعيب باش انهم يوصلوا ليه. بغض النظر على هذه النقطة، نقطة ثانية اللي ربما خلى هذا التطبيق الجديد كلوب هاوس اللي بدا كيظهر وكينتشر عبر العالم، مسألة الثقة والأمان، بمعنى أن ممنوع بصفة نهائية يعني هاد التسجيلات الصوتية في الغرف الافتراضية أن يتم تحميل ديالها، وهذه المسألة كتكون يعني خرق القواعد العامة لهذا التطبيق وكتكون عقوبات عليها. نقطة ثانية أخرى هو خلال تسجيل بعض الممارسات الأخلاقية ولا اللي ما كتعجبش المنخرطين في غرفة من الغرف اللي كيكون فيها محادثات في مختلف المواضيع في مجالات متعددة، فكيتم تحديد ان سينيال خاص بالمتحدث اللي قام بهذه الممارسة، وبالتالي كيكون الحجم ديال التسجيل الصوتي ديالو، ومن بعد نهاية الغرفة اللي كتكون عبارة عن ندوة فكيتم الطرد ومسح الحساب ديالو بصفة نهائية. والأكثر من ذلك، إذا كان أحد المنخرطين اللي كان يرسل ليه الدعوة فهو الآخر كيكون المصير ديالو أن الحذف بصفة نهائية من هذا التطبيق. نقطة أخرى واللي لابد أن نطرق لها بخصوص تطبيق كلوب هاوس اللي مؤخرا ولا كينتشر بواحد السرعة خاصة في المغرب ولا حديث ديال كل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، هو كيضم الآلاف وعدد كبير من الغرف اللي كتتيح المحادثات والحديث في مختلف المجالات، والطريقة ديال التواصل فيه فكتكون يعني رفع اليد بطريقة افتراضية، والمؤسسين لتلك الغرفة اللي كتكون إما عمومية أو غرفة خاصة اللي ما تقدرش تشارك فيها إلا بدعوة خاصة أيضا، فكيتم تحديد المتحدث، وفي حال يعني تم الاستجابة ديالو فكيتكلم كمشارك أو كصاحب الكلمة بصفة رسمية، وأي منخرط بطبيعة الحال كتكون عنده الإمكانية باش أنه يأسس غرفة خاصة ويلقيها عليها اسم على حسب الميولات ديالو. شفنا بلي كاينين هناك دروس باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وكاين الناس اللي استثمروا هذا التطبيق في التعلم والتعليم في عدد من المجالات. كنشكركم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.